دابا نجيو للشدة ديالنا، نهضروا على آخر مميزة اللي هي الشدة ديال القوة. كما كتلاحظوا معايا هنا ان الصورة عندنا واحد النابض، في الحالة الأولى ما علقنا فيه حتى حاجة، الحالة الثانية والثالثة علقنا فيه واحد جسم اس ان و اس دو، شريطة ماذا؟ ام دو، يعني لاماس الكتلة ديال الجسم الثاني اللي هو هذا أكبر من الكتلة ديال الجسم الأول اللي هو هذا، يعني القوة المطبقة على النابض من طرف الجسم اس دو اللي هو هذا هو الكبير الكتلة ديالو أشد من القوة التي يطبقها عليه جسم اس ان. دابا هذا النابض، هذا جسم اس دو كيجرو أكثر مما كيجرو اس ان بطبيعة الحال، بديهيا لأن الكتلة ديال هذا كبيرة من هذا، صافي. دونك كنقولوا بأن القوة اللي كيطبق اس اثنان أشد قوة من اللي كيطبق اس ان بطبيعة الحال على النابض، صافي. دابا كيفاش غنقيسوا هذه الشدة؟ السؤال المطروح، كيفاش غادي نقيسوا ديك الشدة؟ واش عندها جهاز؟ نعم كاين واحد الجهاز نستعمل، جهاز ما يسمى بالدينامومتر. الدينامومتر هو واحد الجهاز، من بعد راه غنوريكم الصور ديالو، هو كنستعملوه باش نقيسوا به شدة القوة. وإلا قسنا ديك القوة مثلا وعطتنا مثلا أربعة، أربعة ماذا؟ خصنا وحدة، وحدة قياس القوة هي ما يسمى بنيوتن، نيوتن، صافي. إذا لقياس القوة نستعمل ماذا؟ الدينامومتر، والوحدة العالمية ديالو هي اش؟ هي نيوتن. دابا نجيو نشوفو داك الدينامومتر كيداير. الصور ديالو من بعض انواع الديناموميترات، خصوصا كنستعملو بزاف هذا ولا هذا، يعني فيه تدريجات. دابا الدينامومتر فيه مجموعة من التدريجات كما تشوفو، صفر، صفر فاصلة واحد، صفر فاصلة خمسة، واحد ونص، جوج. يعني هاد الدينامومتر أقصى قيمة ممكن يقيسها هي جوج ماذا؟ شنو هي هاد ان؟ هاد ان هي نيوتن الرمز ديالها، يعني أقصى قيمة ممكن يقيسها هذا هي جوج نيوتن. مثلا هذا أقصى قيمة يمكن قياسها بهذا الدينامومتر ما هي ماذا؟ هي خمسة ماذا؟ خمسة نيوتن، صافي. كيفاش كيخدم هذا الدينامومتر؟ هو عنده واحد الخيط بحال هذا، كنعلقوا فيه الأجسام ديالنا، كنعلقوا فيه ماذا؟ الأجسام. كتعلق فيه الجسم مباشرة، هذه الإبرة كدور، فين غتوقف؟ هي هذيك ماذا؟ هي شدة القوة اللي كيطبقها ذاك الجسم على الخيط، أو لا هي الوزن ديال الجسم، يعني ذاك الخيط شكون اللي كيجرو؟ كتجرو على الأرض. اذا ديك الوزن ديالو هو اللي كيعبروا لينا شكون الدينامومتر. دابا نجيو لتمثيل القوه. دابا عندنا واحد الجسم كنجرب واحد قوه الخيط. لتبسيط دراسه القوه نمثلها بسهم يسمى المتجهه، وديك متجهات القوه اما كنرمزوا لها باف، بعض المرات كنرمزوا لها بار، بعض المرات بي، ولكن سهم القوه كنرمزوا لها بالسهم، صافي. اف ولا بي على حسب كل تمرين والحرف اللي كيتسمى، صافي. حيث الاصل ديال داك السهم فين غيبدا هو نقطة تأثير القوة. الحامل ديال السهم هو خط التأثير، يعني فين غترسم داك السهم؟ فوق اين خط؟ اين مستقيم؟ هو الخط التأثير اللي كتحددو نتا هو، ولكن كنرسمو متقطع. منحى هو منحى القوة، يعني من ديك نقطة التأثير واش اليمين ولا الاعلى ولا الاسفل. طول السهم يتناسب مع شدة القوة حسب السلم الذي يتم اختياره، يعني هنايا باش تمثل داك السلم مثلا خرجت لك القوة فيها 4 نيوتن، كيفاش غترسمها؟ كتستعمل السلم، كتقول مثلا، مثال هو المثال هنا نوضحه. مثلا هنا خدينا كل سنتيم، إلا كتلاحظوا معايا هنايا كل سنتيم خدينا شحال فيه؟ واحد نيوتن. مباشرة هاد السهم شحال من نيوتن هذا؟ غتقول ليها واحد سنتيم هو النيوتن الأول، نيوتن جوج ثلاثة أربعة. إذا لا فورس القوة بلا سهم، فاش كنقولوا الشدة ما كنديروش ليها السهم، الشدة بلا سهم، الشدة تساوي ماذا؟ 4 نيوتن، لأن كنهضر على الطول، كنهضر على المسافة، صافي. لأن استعملنا كل تربيعة أو كل سنتيم بنيوتن، أنا هذا فيه 4، إذا راه غيكون فيه 4 نيوتن، صافي. نرمزوا لقوة المتجهة، راه قلناها كنرمزوا ليها بأي حرف من هذه الحروف، هذه إذا كانت القوة والشدة ديالها بلا سهم. فاش غندير الشدة تساوي كنحيد السهم، فاش كنكتب القوة كنديرها سهم وكنخليها. دابا غنديرو واحد التمرين تطبيقي. عندنا واحد النفاخة مشدودة بواحد الخيط، بالتالي اشنا هو التأثير الميكانيكي اللي نطبق على النفاخة تما؟ هو قوة الخيط، الخيط يطبق قوة على النفاخة أو على الكرة ديالنا، صافي. نقطة التأثير ديالها هي أ، علاش قلنا نقطة التأثير هي أ؟ علاش؟ لأنه تماس وموضع، والتماس الموضع قلنا نقطة التأثير هي نقطة التماس، يعني التماس بين الخيط والنفاخة هي النقطة، صافي. الخط التأثير
خيط كيجر مائل، الاتجاه ديال الخيط كيدير هنا مائل ومار من ا. اذا شنو هو خط التأثير؟ هو المستقيم المائل والمار من ا، والمنحى فين كيجر؟ نحو الاسفل. دابا ديك القوة اللي قلنا نشوفوا المميزات ديالها. نبداو اول حاجة نقطة التأثير. شنو هي نقطة التأثير؟ هي قلنا هي النقطة ا، والخط التأثير قلنا هو المستقيم المائل والمار من والمار المستقيم المائل والمار من ا. دابا المنحى فين كيجر الخيط؟ يعني من ا الى الاسفل. والشده هي عطاوها لينا حنايا، الشده ديما كيعطيها لك 0.6 نيوتن. دابا السؤال، هاد 0.6 نيوتن كيفاش غنمثلوه؟ كيفاش غنمثلوه؟ غنمثلوه باستعمال ماذا؟ السلم. كما غتلاحظوا معايا دابا هنايا السلم غنستعملو كل سنتيم فيه 0.1 نيوتن. انا عندي 0.6 نيوتن، شحال من سنتيم غتعطيني؟ شحال غتعطيني؟ 6. كي غندير باش تخرج لي 6، غندير 0.6 في 1 مقسوم على 0.1، اذا غتخرج لي هي 6 سنتيم. اذا السهم ديالي غيكون فيه 6 سنتيم، غيبدا من ا، غيمشي بشكل مائل، غيمشي نحو الاسفل بشحال؟ ب 6 سنتيم. هي القوه ديالي رسمتها، وبالتالي هنا كتنتهي التمثيل ديالي من ثلاث قوى. دابا عرفنا كيفاش كنبدلو القوى، كيفاش كنحددو المميزات ديالها، والدرس سهل لينا في هذه النقطة فيما يتعلق بالتأثيرات الميكانيكية والقوة وكيفية تمثيل القوة. ونشكركم على انتباهكم، إلى أن نلتقي في درس آخر.